أمس السبت وزارة التربية الساعة 5:30 بالليل العصر ينزلون إعلان يقولون إحنا نبي نعلن عن قبول أبناء الكويتيات وكأنهم ما صحوا اليوم السبت بالليل، يعني حتى مو يوم دوام رسمي. واليوم ينزل إعلان بالصحف عن درجات وظيفية لأبناء الكويتيات، ونزلوا إعلان مكتوب فيه الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات ثم الخليجيين، وذكروا تحت تذكروا بعد التخصصات. أنا أقول إنه هذه الوزارة واحدة من ثنتين، إما أنها خايفة وجبانة وبالتالي رضخت، وإما أنها تكذب على الناس. ما في حل من الأثنين، إما أنها وزارة خافت من الاستجواب وأما ورضخت وإما أنها تكذب على الناس. خلينا نشوف الفكرة الأولى. إذا كان الوزارة خافت وجبنت، عشان أقولكم أنهم قبل 4 أيام منزلين إعلان يقولون إحنا عندنا إعلان شهر 2 اللي سجلوا جون يقابلون، قالوها وقالوا ما نقدر نحدد العدد إلا بعد دوام الهيئة التدريسية. شنو صار؟ شنو صار بإعلانكم اللي قلتوا عنه إن إحنا ملتزمين بشهر 2 اللي قدموا شهر 2 يجون؟ وليش غيرتوا قراركم وإعلنتوا يوم السبت بعد ما جيتكم على المنصة وقلت لكم إني أنا واصلكم واصلكم؟ ليش؟ معناته أنهم إما أن الوزارة جبنت ورضخت، وإما أن الوزارة تكذب وهذا إعلان صوري. لكن أنا أقول أن الأثنين موجود فيهم، الإعلان أيضا صوري، ونحن نعرف الحوار اللي دار بين الوكلاء واللي صار بينهم. مش حالك نزل إعلان خلي الناس تطوف الاستجواب وبعدين نسقطهم، كل إعلان وهمي، نسقطهم بعد الاستجواب ويروحون يتعاقدون برا ويجيبون وافدين، لا في توظيف لأبناء الكويتيات ولا في شيء. الوزارة هذه وزارة تلعب مصير الناس، والوزير لا يستحق أن يبقى بمنصب يوم واحد بعد اللي أثبت اليوم بعد 8 أشهر معاناة. لجنة التحقيق وراه، نواب وراه، أبناء الكويتيات وراه، العالم كله تركض وراه، ورضخ يوم الأربعاء لما عرف أن الاستجواب حقيقي، رضخ بهذه الطريقة المزرية. لكن أنا أقول لكم أن هذا الإعلان كاذب ولا في توظيف، ولا في توظيف، وكذابين قسما بالله راح يسقطونهم 100%، راح يسقطونهم ونعرف حركاتهم عشان يروحون بعد الاستجواب يتعاقدون مع وافدين. لذلك لما قلت له بالاستجواب، لما جاني أحد الأشخاص إنه يبي يعمل معاه يعني تسوية، قلت له أول شيء يصدر قرار بمنع الاستعانة بالوافدين للموسم 2021 ويلتزم فيه. أول شيء يسوي القرار وبعدين نشوف، أول قرار وبعدين الإعلانات والاتفاق عليه. قال لا، ما أقدر أسوي إعلان منع الاستعانة بوافدين، قسما بالله العظيم إن هذا الكلام اللي صار يوم الأربعاء، ما أقدر أصدر قرار بمنع الاستعانة بالوافدين. معناتك يكذبون، لا فيه توظيف ولا فيه شيء. لذلك الاستجواب واصلك راح أقدم الثلاثة أو الأربعة بحيل الواحد لحد، وفيه أخبار وفيه معلومات صادمة، وخلت تشيلكم ركبكم، معالي الوزير تشيلك ركبك وتصعد المنصة يوم الاستجواب المقرر، وخلك جاهز وإن شاء الله يوم 18/8 تكون على المنصة، واصعد المنصة وجاوب على كل الأسئلة اللي عندي، خلي الشعب الكويتي يشوف من اللي كان يراوغ طول الفترة هذه، ومن اللي هم مصلحة الناس. وقصيد وشعر، ترى عندنا قصيد وشعر، لا تضيع الاستجوابات وقصيد وشعر، بنرد عليك بقصيد وشعر. فركز على مواد الاستجواب وجاوب على الناس بالحقائق. ويوم الأربعاء راح أقدم إن شاء الله أو الثلاثة، بجلسة 18/3 راح نكشف كل متخاذل، كل متخاذل يوقف مع الوزير هذا أقسم بالله لا أكشفه، كل متخاذل راح أكشف، كل متخاذلين يوقفوا مع الوزير لأجل مصالح ضيقة ضد أبناء الشعب الكويتي. وأقول لك يا معالي الوزير، القطار ركب السكة، والمراوغات اللي قاعد تسوونها هذه ما راح تنفعكم. أصعد المنصة وقول للناس وظفت.